كل شيء في لبنان في حكم المؤجل في عطلة الأعياد، فالتعيينات وقضية النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وإقرار سلسلة الرواتب أرجئت إلى العام المقبل. في سوريا لفت تأكيد وزير الخارجية الروسية أن الرئيس الأسد لن يتنحى حتى لو ضغطت الصين وروسيا عليه. في مصر أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تبني مشروع الدستور بأكثرية 64% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، في وقت تضاربت المعلومات عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة بعدما استقال نائب الرئيس محمود مكي. وكان موقع الإخوان المسلمين أعلن فجر الأحد موافقة الناخبين المصريين على مشروع الدستور بعد فرز 80% من لجان التصويت. ومن المقرر أن تعلن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ظهر اليوم موقفها من النتائج وخططها المستقبلية. المرحلة الثانية من الاستفتاء في تقرير لهشام مهران. كلمة الحسم بين نعم أو لا لمشروع الدستور المصري الجديد تحددها المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على دستور غير توافقي. النتائج غير الرسمية للمرحلة الأولى أظهرت انقساما غير مسبوق بين تيار إسلامي مؤيد للدستور باعتباره يحقق حكم الشريعة الإسلامية، يليه وبفارق بسيط تيار مدني رافض له يقول إنه يمهد لدولة دينية. نحن نتكلم عن مؤامرة لإسقاط المؤسسة الدولة، لإسقاط النظام كله بالرئيس مرسي، كانت موجودة وما زالت موجودة. احنا ممكن ما نكونش بصدد مؤامرة بالمعنى الجنائي. فيما يحمل مراقبون الرئيس المصري مسؤولية الانقسام لعدم وفائه بتعهده السابق بعدم طرح الدستور إلا في حال التوافق عليه. هناك من يحاول من جانب تيارات الإسلام السياسي تحديدا وضع الرئيس في يعني موقع الشخص الضعيف الذي يستطيع قيادة البلد بهذه الصورة. عندما يتخذ قرار ويتراجع، ومعظم قراراته يعني للأسف لا تلقي قبولا حتى في الحد الأدنى، هذه مسألة جديرة بالاعتبار. جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة جددت دعوتها للمواطنين للتصويت بلا. طغيان الأقلية ده هيعمل رد فعل شديد وعنيف، ما احناش محتاجينه. التعنت مش هو ده الأسلوب. كوني اللي تقول لي الصندوق ده معيب لأنه ما يشوب التزوير. يذهب محللون سياسيون إلى أن الرئيس المصري حتى ولو خرج فائزا في معركة الدستور إلا أن حاجزا سميكا أصبح يفصل بينه وبين الشعب، وحاجزا أشد سمكا أصبح يفصل بين الشعب وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس. هشام مهران، MTV، القاهرة.